وسهلا بيكم في مطبخ زوزو هانم لوصفات الكيتو واللو كارب النهاردة عندنا وصفة كراكرز البذور او آه، كراكرز سيدز او مقرمشات البذور دي وصفة سهلة جدا وجميلة جدا وفي نفس الوقت تبقى سناك وتعتبر بديل للخبز لو اول مرة معنا في القناة ما تنسوش تضغطوا ضغط زر الاشتراك وتفعلوا جرس التنبيه عشان توصلكم الوصفات دايما اول باول يلا بينا هنبتدي الوصفة الوصفه دي سهله جدا يا جماعه ومبتاخدش وقت في التجهيز هنا جبت الطبق بحط اول حاجه تلت كوبايه دقيق بذور دوار الشمس لو حابه تعمليها بدقيق اللوز يبقى هتحطي تلت كوبايه دقيق لوز تلت كوبايه بذور دوار الشمس المقادير كلها تلت يعني ممكن نقول دي وصفه التلت تلت كوبايه بذور القرع او بذور اللب الابيض وبعد كده بجيب تلت كوباية بذور شيا كمان بجيب تلت كوباية سمسم على فكرة الناس اللي في الكيتو بتعاني من الامساك بجد الوصفة دي تعتبر علاج ممتاز هنا حطيت بعد كده معلقة صغيرة ممسوحة ملح الهيمالايا حطيت معلقة كبيرة قشور السليم هنا دي الحبوب كاملة لو بودرة يبقى هتحطي تلات اربع معلقة بتقلبي المكونات كلها مع بعضها بعد كده بتحطي تقريبا معلقتين كبار زبدة سايحة او لو حابة تحطي زيت, زيت زيتون بتحطي معلقتين كبار زيت زيتون وتقلبي المكونات كلها في بعضها كويس جدا في الوقت ده بتكوني حطيتي مية تغلي على النار لما المية تغلي بتجيبي كوباية مية مغلية وتحطيها طبعا احنا قايلين قبل كده ان بذور الشيا هي بديل للسيليوم عشان كده احنا في الوصفه ما حطيناش غير معلقه واحده بذور كامله وقلنا لو بودره يبقى هتحطي معلقه الا ربع بتسيبيها حوالي خمس دقايق بتبتدي المكونات تمسك في بعضها بتجيبي الصاج بتاع الفرن او الصينيه اللي هتعملي فيها بتحطي فيها ورق زبده وبعدين بتبتدي تفردي الخليط ده على ورق الزبده طبعا السباتيولا بتبقى اسهل معاكي في الفرد بتفرديها وبتحاولي تخليها كلها سمك واحد تقريبا بقدر المستطاع علشان خاطر لما تستوي يبقى كلها مستويه هنبتدي نفردها بالشكل اللي احنا شايفينه ده وابتدي اسويها بايديا من الجناب علشان بعد كده هقطعها بعد ما اسويها وافردها هي بتعمل كميه كويسه جدا انا بقطعها حتت كبيرة على اساس ان انا بستخدمها كبديل للخبز انا هقطعها هنا عشرين قطعة هتعمل لي عشرين قطعة كبيرة لو حابة ان انت تقطعيها قطع اصغر شوية يبقى هتعمل لك تقريبا خمسة وعشرين قطعة بتكوني مولعة الفرن علشان يسخن على مية وتمانين درجة مية وتمانين درجة هتحطي فيها الصاج بتاعك او الصينية لمدة تقريبا خمسة وعشرين دقيقة هنا متقطعتها زي ما احنا شايفين بتحطيها على الرف الوسطاني بعد 25 دقيقه لونها بيبقى زي ما احنا شايفين كده زي ما احنا شايفين هشه ومقرمشه وطعمها جميل جدا وفعلا فعلا فعلا يعني ممتازه جدا بالنسبه لحالات الامساك الناس اللي بتشتكي من الامساك هتشتكي بعد كده من كتر دخول التواليت لان طبعا بذور الشيا مع السيليم بتعمل نتيجة ممتازة جدا زي ما احنا شايفين ده شكلها هنا اهي في الطبق بحطها يا اما بديل خبز يا اما بتبقى سناك هنا لما قطعتها عشرين قطعة القطعة الواحدة تمانين كالوري فيها اتنين بوينت سبعة جرام كاربس طبعا لو هتقطعيها اصغر يبقى هتحسبيها على خمسة وعشرين قطعة تديكي كالوري أقل وكاربز أقل في القطعة الواحدة. أرجو أن الوصفة تكون عجبتكم وياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان خاطر غيركم يستفيد وشكرا لكم.